عطوني اشياء تغيرت فيكم بعد الثلاثين. حالات الواتساب بعد الثلاثين. رياض انا في اشياء كثير في حياتي تغيرت بعد الثلاثين. ايش ايش هي؟ اكتشفت اني انا من 29 وانت نازل كنت انسان تافه. لا اله الا الله. اي والله. يعني اي الحمد لله تغيرت. فلا يعني في اشياء كانت قايل لكم البرنامج هذا اصبر اصبر البرنامج هذا فيه مستوى الصراحه عالي جدا. اتمنى والله من شبكه المجد لا لا تعيد هذا البرنامج لا خفافيه. اتمنى من التسويق لا يسوقوا للمقاطع يعني. قول يا عبد الرحمن. كان في اشياء تعنيني تمام بعد ما انتقلت الى مرحله ال30. الله. لا صرت هذه الاشياء ما تعنيني انا لازم افكر في المستقبل. ايوه ايوه بس مو مو تافه ترى اهتمامات كانت اول. أيوة يعني ما امزح بس يعني مع نفسك يعني. يعني عادي انا ما ترى انا متراضي ومتصالح مع ذاتي يعني كلامك ما يأثر فيه بس تفضفض وخلاص جميل معليش والله ما يقدر يفضفض فتغيرت فيني اشياء مره كثير فاصلا صارت نظرتي للناس برضو مختلفه نظرتي للحياه مختلفه كل شيء حرفيا صار مختلف بس في السنتين هذه اللي في الثلاثين أنا من جد في صراع مرة قوي بين الماضي وبين المستقبل فهذه أشوفها بالنسبة لي أهم ثلاث سنوات أو أهم خمس سنوات جاية حلو بحيث إنها حترصصني وتأسسني للمستقبل إن شاء الله. يا سلام. الله ترصصني تأسسني. طيب عبد الله فهد لأنه الأربعين 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 وقت الشكر هم نتيوبلس قال رب وزعنا أن أشكر نعمتك في الأربعين يبدأ الشكر ولا طيب نسمع يا شباب عشان الصوت بقول لكم شيء أنا الهدف من السؤال أبغى أشياء تغيرت فيك بعد الثلاثين وأشياء صارت تزعجك يعني جاوب مرة واحدة أشياء تزعجك بعد الثلاثين أول ما كانت تزعجك الحين صارت تزعجك تغير الموضوع عبد الله فهل أنا والله كيف عرفت إني كبرت يعني في السن في أشياء كثيرة تغيرت فيها ما انتبه عيال قسم بالله لجويد لو يتابعون البرنامج احنا قاعدين نسولف يوم كبرنا والله صلي على النبي عادي عادي يقولون ايش قاعدين يقولون هم يسألون هم عندهم سؤال ما بعد ال 120 اسمع يا سام ما في مشكلة عادي خلص الضمان ترى في برنامج في مجد الأطفال يسألون بعد 15 سنة ايش تغير تو نصحنا تو نصحنا على الشارة والحين تسألنا طيب يا شباب خلونا نكمل طيب تغير عبد الله فهد الحين لما يجي يتكلم اصبر اصبر عمره 80 بس انا بسال سؤال يا شباب 30 انا اتوقع انه اول شيء تغير فيك انك صرت تخاف تقعد لحالك صح صحيح وراك نصك بالرجال روح هناك شوي رياض محشور بالمحشور خلينا على يعني اكمل والله انا اقول لك صرت انزل خلطات تفتيح بشره في قرب العين قاعد الوجع عبد الله صرت انزل صدق كيف الطق الابهر ايش انا مره سالي قال السفناب مفيد بس ما ليش القولون زيت الخل القولون زيت الخل زيت الخل خروع لا انا تنزل هذه الاشياء ولا ربات العائله هذه طفي اللمبات نعم احنا الان نتكلم في البيت مشغلين شمعه سايبهم ليش خلاص فاتوره لا مو فاتوره كبرت في السن لا لا وش تغير فيك والله شوف مو من حيوانات تركيه في فقره هنا لا لا يا شباب خلينا نسمع يا شباب والله صراحه شوف للامانه اللي حسيت يعني صراحه توافه الامور ما صرت صراحه تنظر لها يعني ايوه فلان زعل على حاجه بسيطه عادي يعني الامور طيبه اي والله ما صرت ادقق في اشياء كذا كثير الامور ماشيه يعني اثنين يتضاربوا تحصلني انا ماشي عادي يعني الامور الحياه يعني عرفت انها يعني ما تحتاج هذا يعني حتى انت السوق ما تعصب بسرعه ولا شيء لا لا اول والله كنت اعصب كنت اجنب وكنت يعني كبرت كنت اجنب وانفرش وامشي عادي لكن دحين خلاص احس ان تفرش الناس الطاير احس ان الحياه صارت يعني ما هي محتاجه ذاك العنا ها بعد ثالث فرش يعني والله طيب. يا رابع صراحه ياسر تفضل ياسر تفضلك والله شوف يمكن نفس كلام عبد الله يعني قبل لا قبل الثلاثين هل هو فعلا الثلاثين هذا العمر هو اللي مرحلة التحول لكن أتكلم يمكن قبل في السنوات الماضية كنت أقاتل لإثبات وجهة نظر معين كذا كان في نوع من القتال الهواش إنه هذه وجهة النظر الصحيحة هذه أنا كلامي صح أنا لازم كذا أنا حسيت إنه الدنيا تمشي يعني عادي صحيح حب يقتنع يقتنع ما حب يقتنع يطق راسه في الجدار يعني اول برنامج احنا نقول لك لا المفروض انه الحين وش قول لي ايش طيب ما تغيرت كذا ما تغيرت طيب لا لا القتال على وجهة النظر في الحياة العملية بشكل عام وحتى في الحياة الخاصة يعني النظرية صرت امشي كثير صار الموضوع اكثر هدوء لا مبالاة هذه من ناحيه الشخصيه
من ناحيه لحظه الادراك صرت تلبس لوتس. لا والله شوف، لحظه الادراك اللي جتني كان صار لي موقف في برنامج ستة صح اخر واحد. هنا عرفت اني كبير والله، يعني ما ترى بعض الاحيان ترى توصل عمر ما تدري، يعني ما تحس صح صح انك كبرت. كنت في برنامج ستة صح استضيف ناس من برا، فجوني مجموعه كشافه ما شاء الله كبار في السن، حلو، ويعطيكم العافيه وبرنامج حماسي وكلهم كبار نحترمهم وكذا والامور طيبه، اكيد الاحترام موجود. خلصت حلقه قال لي استاذ ياسر بس الله يسعدك شرف لنا والله قابلناك، وريك صوره، فتح جواله وكذا وراني صوره انا مصور مع بيبي، حلو، في واحد مهرجانات ما شاء الله الله يحفظه يا رب ما شاء الله. قال لي هذا انا طن. والله كانه صدرني كف، مو يزعل الموضوع بس هنا تحس انك كبرت لانه هذا الولد الصغير اللي انا صورت معه هذا هو كبير مره. يعني انا وشو اذا عرفت؟ قحم زي ما يقولوا حلو كبير جدا. اي فجاني شعور اللي كبرت. هذه نقطة. بعد يعني في مثلا على مستوى مثلا اسف والله حسيت الكاميرا حلوة علي وانا ميديا. على مستوى مثلا الشغف، حلو، لا حسيت اني صرت اتعامل في حياتي العامة والعملية خصوصا بخبرة اكثر، مو باثبات وجود، في فرق. يعني كنت في مرحلة اثبات وجود فترة من فترات، حلو، خلاص الان في مرحلة خبرة. يعني يا سلام خبرة عشان ما نطلع بعدين فاصل وبعدين يزعل علينا عبد الله حبيب. تفضل. هذا توترني كل شيء يقول. حلو والله. شوف يمكن العمر او شيء مجرد رقم اذا كان الشخص محافظ على صحته. صحيح. هذه نقطة. النقطة الثانية، صارت فيه اهتمامات اكبر من السابق. يا سلام. بحكم الاولاد كبروا الحين ما شاء الله، صاروا يعني اللي بالثانوي اللي في المتوسط ما شاء الله، صاروا هم المشروع ما شاء الله، فهم المشروع يعني. لا ثانوي لا صحيح، فهم المشروع يعني. انا صرت يعني مثلا في تواصل يعني كبير مره وتواصل مره يعني، حتى وانا في الحلقه يرسل مثلا بروح بجي، فصار اهتمام لهم اكثر من السابق. اواصر محبه مثل ما قال ابو الله عليك استاذ ياسر العباس، هذا بعد الأربعين. لا اواصر اللعبه انه اواصل من امس بعض توافه الامور، بعض الاهتمامات بدات تقل، بعد مثل ما قال عبد الله انه زعل فلان 60,000 جدار اذا كان زعل عادي، ما عاد تهمني هالامور هذه. صار عندي الوالده الله يحفظها وعندي العيال فقط لا غير. الامر الاخر انه في شيء اسمه تربيه للنفس. ايوه قفل. صرت اربي نفسي في حاجات كثيره للامانه. كنت انا من النوع اللي يعرفوني يمكن فارس وعبد الرحمن ومجدي شاركوا معي بكم مره وياسر شقتنا، انا اعصب كثير من الله كذا غصب صرت. بس والله عبد الله طيب مره كثير يعني، صرت فعلا لا جد والله، صرت يعني ادمح انسى يعني، عصبت في المكان هذا خلاص اطلع من المكان هذا انتهى الموضوع، ما عاد افكر فيه نهائيا. فكل سبحان الله العظيم كل مرحله عمريه يصير لك اهتمامات كبيره. يا سلام. انا اقول ان شاء الله ربي يعني وفق الشباب وجاهم اولاد وكذا، راح يحسون بالاهتمام الاكبر للعائله.